بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصيام من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا اختصه الله من بين سائر الأعمال لنفسه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في أحاديث كثيرة تدل على فضل الصيام من بين سائر الأعمال، وقد شرع الله الصيام على جميع الأمم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه فرض الصيام، وأنه لم يختص هذه الأمة به، وإنما شرعه لجميع الأمم كما كتب على الذين من قبلكم، لأنه عبادة عظيمة. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والصيام على قسمين: صوم فرض وهو صوم شهر رمضان وهو أحد أركان الإسلام، وصوم تطوع، وذلك في أيام مخصصة من السنة، منها صوم ستة أيام من شهر شوال، ومنها صوم عشر ذي الحجة، صوم يوم عرفة لغير الحاج، ومنها صوم شهر الله المحرم، كما في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وأكد صيام هذا الشهر صيام العاشر منه، وهو يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأمر بصيامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك الله فيه فرعون وقومه، قد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكنه أمر بمخالفة اليهود في كيفية صيام هذا اليوم، فقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده، خالفوا اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
فصيام هذا اليوم يوم عاشوراء، صيام يوم قبله أو يوم بعده معه سنة نبوية، لأنه يوم انتصار للمسلمين، نصر الله فيه موسى وقومه على فرعون وقومه، فهو يوم انتصار، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل على نصر دينه ورسوله. وهكذا فإن النعمة تقابل بالعبادة والشكر لله عز وجل، فانهزام فرعون وقومه ونصرة موسى وقومه نعمة عظيمة على المسلمين عموما في سائر الأزمان، فهم يصومونه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وصيامه متأكد سنة مؤكدة يكفر الله به السنة الماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فصيام هذا اليوم سنة مؤكدة، وفيه فضل عظيم وثواب جزيل، فينبغي للمسلمين أن يصوموه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بهدي الأنبياء كما قال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ومن السنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود، لأننا نهينا عن التشبه بهم، فصيام يوم قبله لأجل مخالفتهم في ذلك مع أداء العبادة. فينبغي للمسلمين أن يغتنموا صيام هذا اليوم مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وفي ذلك الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، وفيه إحياء السنة النبوية، وفيه تذكر نعمة الله على المسلمين، وفيه مصالح عظيمة. لا ينبغي أن يترك صيام هذا اليوم، لأن في ذلك فوات أجر عظيم يمر بالمسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه وأن يتواصوا بصيامه ويتعاونوا على صيامه ويذكروا أنفسهم وإخوانهم بهذا اليوم العظيم، فهو يوم كريم وصيامه فيه فضل عظيم وإحياء للسنة، مشاركة للمسلمين في صيام هذا اليوم، فهذا مما يحث عليه ومما يرغب فيه ويدعى إليه. وهذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر المحرم، قال سبحانه وتعالى: جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فلما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل هاربا بهم من بطش فرعون وقومه وفتنتهم، الله جل وعلا أوحى إليه أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فخرج موسى وقومه ممتثلين أمر الله سبحانه، فغضب فرعون وخرج في آثارهم لأمر أراده الله، وتوافوا عند البحر في
أول النهار. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمشى موسى عليه السلام وقومه على أرض يابسة حتى خرجوا تجاوزوا البحر، لم يدركهم البلل. ولما تكاملوا خارجين دخل فرعون وقومه في أثرهم ليبيدهم بزعمه، فلما تكاملوا داخلين عند ذلك أمر الله البحر فانطبق عليهم وعاد إلى هيئته الأولى فأغرقهم الله عن آخرهم. وموسى وقومه ينظرون إليهم. فهذا يوم نصر وعز للإسلام والمسلمين، ويقابل ذلك بشكر الله عز وجل وصيام هذا اليوم. فهذا هو أصل مشروعية صيام يوم عاشوراء، وهو سنة متوارثة عند المسلمين جيلا بعد جيل، فينبغي للمسلم إحياؤها. كلما أدركها فإنه يصوم هذا اليوم مع يوم قبله أو يوم بعده، طلبا للأجر والثواب واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء للسنة النبوية، تذكيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فهي مناسبة عظيمة تمر بالمسلم، وصيامه مستحب ومتأكد، وهو من جملة صيام التطوع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بعد صيام رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.